وأنا عمري ما طعنت في البخاري ومسلم، وأتحداه أن يأتي لي بفيديو واحد أقول أن البخاري ومسلم كذبت حديثا في البخاري أو مسلم. هناك رواية تقول أن سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه بخيل، وأن زوجته هند بنت عتبة رضي الله عنها الصحابية الجليلة التي كانت في اليرموك وغيرها أم سيدنا معاوية ذهبت تشتكي للرسول تقول له يعني أبو سفيان رجل شحيح، ماذا أفعلها؟ فقال لها خذي من مالي. طيب لما نأتي إلى الرواية، هل الرواية صحيحة حديثيا؟ والله علماء الحديث يقولوا هذه رواية صحيحة حديثيا. فإذا نقول والله طيب الواقع المادي بيقول في حاجة، إذن إما الرواية دي حصل فيها اختلاط في اللفظ، اختلاط في المعنى، أو الرواية ممكن تكون حدثت عن واحد تاني غير أبو سفيان وألصقت بأبو سفيان، يعني لأنه أبو سفيان في الآخر القطح في أبو سفيان الهدف منه قطح في سيدنا معاوية عشان الدولة الأموية والحصار العباسي، والقطح في السيدة هند. وأنا عمري ما طعنت في البخاري ومسلم. الحديث موجود في البخاري وموجود في مسلم.